شلون قيم الدورينه؟ انتم دائما تطلعون تحللون، يعني كنتوا عن دورينه ومباراه، شلون قيم الدورينه؟ الحقيقة دورينا يعني احنا كنا في المواسم السابقة كانوا أكثر المدربين يعانون من مسألة البنية التحتية بالنسبة للمباراة يعني، وأيضا كانوا يعانون من التوقفات الكثيرة اللي كانت تحصل والتأجيلات اللي كانت تحصل في الدوري. أعتقد الموسم هذا الحالي أعتقد هذه المشكلة يعني تم القضاء عليها يعني، وهذا الخلل هو فقط ملاعب؟ لا يعني أنا فقط يعني ذكرت لك النقطة الأولى يعني البنية التحتية اللي في الوقت الحاضر البنية التحتية ممتازة. المدربين السابقين في المواسم السابقة كانوا يقولون إنه المستوى البنية التحتية ضعيف فكان ينعكس على الأداء، فالفريق ما يقدم أداء جيد فكانت تحصل الإخفاقات والمستوى الفني ما تطور. هسه بالوقت الحاضر هذا الشيء قضى عليه، ملاعب جيدة، بنية تحتية جيدة، ايضا ساعد المدرب على انه يرتقي بالمستوى التدريبي، الجلسات التدريبيه اللي يقوم بها على هذه الملاعب، فهذه ايضا تنعكس على مستوى الاداء. فيفترض انه هاي النقطه او الحجه احنا خلينا نقول عليها يفترض ما يتكلمون فيها المدرب. زين، هسه اصبحت بعد حجه اكبر، الفار. نعم. متى نشاهد الفار؟ وفعلا كابتن اليوم الفار مكلف، صعب تواجده في دوري مثل الدوري العراقي، هو يعني قبل هل هي معضله يا كابتن سعد؟ هي تدري المشكله الرئيسيه بالفار وين؟ يعني احنا صحيح كثير من المدربين يقول لك الفار والفار، لكن هو ما يعرف انه الفار يحتاج ل يعني حكام متخصصين في الفار. أنا معاك، ممكن دورة مثل ما أنت اليوم محاضر، نعم جاي تعمل دورات نعم لمدربين وتطورهم، نعم ممكن أنا أعمل لي دورة لفد 10 حكام ممكن. وأمشي الوضع. وهذا كلام صحيح انت تتكلمه، لكن انت لما ترجع للفيفا مو انت لكل دوله وحسب المستوى التصنيف العالمي وحسب مستوى الدوري مالتها والدرجه اللي يعطوها يرشحوا لك انه انت تسمح لك مثلا او تدخل مدربين في الفار. يعني مو هي العمليه مو بالسهوله اللي انت تتصورها. حتى على مستوى قطر يعني هسه بلد المونديال، صح، في الدوري القطري في دوري المحترفين هم يجيبون الحكام الفار يجيبوهم من بلدان اجنبيه اها اي ويدفعوا لهم مبالغ عاليه، ويمكن حكم واحد يعني قطري يكون موجود على منصه الفار. فهي مو بالسهوله اللي يصوروها الاخوان المدربين، ايضا يحتاج لها مصاريف وتكلفه يعني عاليه جدا. تمام.